في واحد بيعمل محتوى تقييم الأكل، بس تقييمه للأكل دائما فيه يعني حسب مزاج تاعه بحس، مش حسب الطعم تاعت المطعم. إذا كان بهذا الفيديو هو مبسوط رح يقيم الأكل منيح، إذا كان بهذا الفيديو هو متضايق رح يقيم الأكل مش منيح. من الآخر بروح على مطاعم مشهورة معروفة، معروفة أنها طيبة، فاتحة ملايين الفروع بالعالم، وبالآخر بيحكي عنها مش طيبة، وحتى بيحكي بطريقة يعني استهزاء، بطريقة قلة أدب، ما بيقيم بأدب، ما بيحكي يعني أوه أوكي يا أخي ممكن أنتوا يعجبكم بس أنا الصراحة ما عجبني، لا تقييمه قلة أدب لدرجة أنه بتف الأكل، تف لما ما يعجبه، بتف وتف بقلة احترام، مش أنه ما عجبه الطعم، لا هو المقصد من التف أنه شوف لهاي الدرجة أكلك مش طيب، يعني عم بيحاول يكون من الآخر زي كأنه جوردن رامزي. Excuse me. كيف جوردن رامزي هو ماخذ الجو انه انا الشيف احسن شيف بالعالم وبتف الاكل لو ما عجبني، بس جوردن رامزي بيعمل هذا لانه هو شيف جدا مشهور من احسن الشفات اللي موجوده بالعالم، وبيعمل هذا الشيء لما يكون بالبرنامج تاعه عشان يعمل دراما يسوي شويه اكشن بالبرنامج، يعني تمثيل من الاخر، بس هذا لا بيعمل هذا الاشي بس هيك عشان يستفز الناس يمكن. بعدين طب مية، شوف المية، المية هذه شوف والله نشربها تو فم واحد يشبعها. جغمة هذه جغمة، كيف هذه مية تشربها؟ هذه من الأشياء السلبية، والمعاملة الزفتة هي سلبية. ونقول لكم حاجة، ما بوش يخلوني نصور وما خشيت، قالوا لي ممنوع التصوير وكذا، لين خشيت مكان بروحي وقررت اني نصور. ممكن ممنوع التصوير لانه في ناس موجودين بهذا المطعم ما بيحبوا يتصوروا، في ناس موجودين قاعدين بياكلوا ما بيحبوا يكونوا قاعدين بتصوروا هم بياكلوا، فعشان هيك ممكن ممنوع التصوير بهذا المطعم، ممكن احتراما للزبائن، ممكن احتراما للعاملين هناك. يا اخي ممكن العامل ما بده يطلع بالسوشيال ميديا، فعادي لو كان ممنوع التصوير بالمطعم، هذا مش معناه انه عم بيحاولوا يخبوا اشي. عدوا الاشياء السلبية اللي حيحكيها عن هذا المطعم بس لانه حكوله ممنوع تصور، مبين هو تضايق من هاي الشغلة، كيف تحكولي انا ممنوع اصور؟ فعشان هيك صار يعطيهم لستة اشياء سلبية. مش لي شيء، هم مش واثقين من اشياءهم، المكان ريحته كله زفرة وبهارات، قسما بالله كله زفرة وبهارات. بالبداية اول شيء علق على المي، المي صغيرة، اوكي مو مشكلة، بعدين المكان ريحته بهارات وزفرة، شو متوقع تكون ريحة المكان؟ مطعم رز وجاج، مطعم طبخ، شو بدك تكون ريحة المكان؟ جو عطور؟ شو انت داخل سيفورا؟ لا مش فاهم شو هو متوقع انه يدخل على المطعم ويشم؟ اكيد راح يكون في ريحة بهارات، ناس قاعدة بتاكل حواليك، قاعدين بيجيبوا اكل، المطبخ هون، فاكيد راح يكون في ريحة اكل، يعني مستحيل انت تدخل على KFC مثلا وتشم ريحة عطور، اكيد راح تشم ريحة دجاج مقلي. طيب الدجاجة ليش هيك؟ ليش هيك الدجاجة؟ هذه دجاجة يعني صغيرة، صغيرة جدا، هذه تكلف في فم واحد. وفيها عروق، شوف فيها العرق باين يا شباب، العروق باينات ما ريتهم. ما اتوقع قبل مره روحت على مطعم وما شفت العروق، يعني موجود بكل الدجاج هاي العروق، والعروق هاي عادي تاكلها، مش انه لو اكلتها ممكن يصير لك اشي، لا عادي تاكل هاي العروق اللي موجوده جوا الدجاج، مو انه انت لو اكلتها حتتسمم. فهو هيك خلص من الآخر بس بده يعلق على أي شيء. كمان علق على الدجاجة كيف صغيرة، شوفوا كيف الدجاجة صغيرة، الدجاجة صغيرة ممكن لأنه بلدي، الدجاج على فكرة الضخم هذا الكبير اللي إحنا متعودين عليه هذا بيكون مضروب 1000 إبر عشان يصير هيك كبير، فهذا هو حجم الدجاج العادي، أي دجاج بلدي متربي على خضار، متربي على حبوب، متربي بمزرعة، بيكون هيك حجمه صغير ما بيكون جدا كبير، فهاي المفروض تكون إيجابية بس هو حولها لسلبية. ترى في طعم، شوفوا كيف لاحظتوا اكل حس ما في اشي يا اخي بالدجاج، شو بدي اعلق هلا، شو بدي احكي، شو بدي اعطي نقطه سلبيه، اكلته وما في اشي، قعد هيك شوي بصمت. في طعم اكيد في طعم، لا مبين خلص في طعم، لازم يعطي اشي سلبي، لازم كله بس عشان حكوله ما تصور، ممنوع التصوير بالمطعم. والله لا فيها طعم، خلينا نجربه ترى الخضره، ناخد شوية خضرة مع رز، والله قارص، والله قارص. بالله عليكم في حدا ما بيعجبه الأكل هيك بيعمل؟ يعني هاي مو قلة احترام انك انت تتف هيك الأكل، تتف النعمة، هاي مو قلة احترام يا أخي، تفها بأدب على الأقل، كنت يا أخي هيك خود محرمة،
تفع بأدب، مش تفع هيك على الأرض بالمطعم يا زي كأنه دخل بتمك أسيد. شو مالك يا أخي؟ مو لهالدرجة يعني، مستحيل يكون لهاي الدرجة مش طيب إنك أنت بدك تفع بهاي الطريقة، لازم بسرعة يطلع من تمك. شو أنت بالع نار؟ بالع جمرة؟ مش فاهم ليه هيك هو كتير مكبر هذا الموضوع، كبر كل هذا الموضوع وعمل هاي القصة كلها بس لأنه ما عجبه المعاملة تاعت المطعم، ما عجبه معاملة الموظفين لأنه حكوا له ما تصور. بعدها رجع عند نفس هذا المطعم وأكل من عنده كمان مرة، هاي المرة حكى أشياء إيجابية، شكله في حدا من يعني مدير تاع المطعم، حدا له دخل بالمطعم حكى معه وحكى له تعال ارجع عيد التجربة عندنا وخلينا نشوف رأيك هاي المرة. دعونا ننسوا أخطاء الماضي ولنخطئ من جديد، شوفوا كيف أنا أعتذر منكم على اللي صار مني، بس اليوم حنثبت لكم كل شيء أمام عيونكم. أنا ممكن تفيت في الأكل بس ما تفيت، بس أنا ما قدرت نخليها في بقي، ما قدرتش نخليها في أمي، ما قدرتش لأنها كان قارصة، فأنا آسف. أؤمن إن كل ناس تستحق فرصة تانية. من الآخر هو شاف كيف الناس كلهم قلبوا عليه لأنه هيك سوى تف الأكل بطريقة غير محترمة، فطالع بهذا الفيديو رجع على نفس هذا المطعم وحكى بده يرجع يعيد التجربة. هاي المرة أكيد راح يحكي أشياء إيجابية لأنه كتير ناس انتقدوه، حكوا له أنت ليش هيك بتعمل، ليش قاعد بتف الأكل بهاي الطريقة. وهذه هي الوجبة، الله يبارك الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله. طبعا زي ما شفتوا المكان كويس والراجل محترم الآن، ومية كتير جاب لي مية كتير كتير مية، شوفوا ما شاء الله مية كتير، ودقوس والرز والدجاج، وما شاء الله احنا طلبنا لحمة في الفيديو، لازم نشوف اللحم. وين اللحم؟ احنا طلبنا لحم في الفيديو. وين اللحم؟ طلبت لحم انا. جحد تجيب اللحم ولا لا؟ وين اللحم؟ جيب اللحم. وين اللحم؟ هيجيب لك اللحم، اصبر اهدى شوي، هيجيب لك اللحم، هيجيب لك اللحم، بس بدي اياك شوي تهدى. وين اللحم؟ لازم شوي تهدى يا اخي، بدي طيب يمكن قاعد بطبخ اللحم، فاهم علي؟ اعطيه وقت لبين ما يجيب لك اللحم، ما بصير هيك على السريع انت تعصب. وين اللحم؟ بحياتك مش اكل لحم. وين اللحم؟ لا يا اخي هدي شوي، ما بصير يعني هيك، شو هذا الاسلوب؟ وين اللحم؟ انا طلبت لحم عشان هذا الفيديو، وين اللحم؟ احنا طلبنا لحم في الفيديو. وين اللحم؟ وين اللحم؟ حيجيب لك اللحم، هدي هدي شوي شوي شوي، حيجيب اللحم، هدي شوي هدي شوية، أسوأ مقيم أكل بالعالم، هدي. وزي ما شفتوا هذه شكل الوجبة المندي لنفرين، ما شاء الله الله يبارك الله يبارك، وجبة كبيرة جدا يا عيني يا عيني يا ليلي، الله 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 الله. إجا اللحم، إجا اللحم، انبسطت؟ حكيت اهدى، لازم تهدى، حكيت لك اهدى وحيجي اللحم، ها إجاك اللحم ولا يهمك. جميل كويس والأكل جميل، بس صراحة صراحة أنا اليوم سعيد من قبلكم بأعصابكم. طبعا تقييمي له زي المرة فاتت، الرز نفسه، الدجاج نفس كل شيء، بكل جدارة 7.5 من 10. حكيت لكم هو بيمشي على حسب المزاج، حكى لكم أنا اليوم سعيد، فخلص حيقيم الأكل تمام. قيم الرز والدجاج نفس الإشي، حكى يعني نفس آخر مرة الرز والدجاج نفس التقييم، فهذا معناه أنه على حسب المزاج، اليوم سعيد فخلص حيعطي التقييم باحترام بدون ما يتف الأكل بدون ما يشوه سمعة المطعم، على حسب المزاج بيمشي. المهم ما بدنا نكمل كل هذا الفيديو، الفيديو جدا طويل. عمل نفس الإشي بالطازج، راح عنده حكى يا الله الأكل جدا مو طيب وفيه ريحة زفرة، دائما بيحكي هاي الكلمة فيه ريحة زفرة، إذا ما عاجبه الأكل، ما عاجبه المزاج، ما عاجبه الموظفين، ما عاجبه الوضع اللي هو فيه حاليا، على السريع هاي الكلمة اللي بيروح لها، قسما بالله كله زفرة وبهارات. المهم بعد ما قيم الطازج حاولت أدور على الفيديو اللي بيحكي فيه عن الطازج كيف فيه ريحة زفرة والدجاج مش طيب ومن هذا الكلام، حكى معاه مدير الطازج وحكى له تعال عندي مرة تانية عيد التجربة، ولما راح عاد التجربة أعطاه تقييم إشي فنان، إشي خلص تمام كتير، مع أنه هو نفسه نفس الأكل نفس كل إشي، حسب المزاج بقيم من الآخر. طبعا هذا مدير فروع الطازج أستاذ عمر، عمر عرفهم عن نفسك. عمر مدير منطقة الرياض شركة الطازج. الله يبارك فيك، وهذا اللي تواصل معي المدير اليوم وقال لي حابين إن نغير رأيك وإنت تهمنا أكثر من أي شيء تاني. أستاذ عمر هو تواصل معي أمس، أنا ما نمتش كويس يا عمر، أنا قلت إن شاء الله خير، يعني فرع الطازج معروف في السعودية عندكم أكثر من كم فرع أنا. زي ما أنتوا شايفين يعني حتى هو كان خايف يروح، خايف يصير إشي،
وفروع الطازج مليانة بالسعودية، هو بنفسه حكاها، مليان فروع. ليش؟ ليش في مطعم عنده كتير فروع؟ لأنه المطعم هذا طيب. مستحيل المطعم يكون عنده كتير فروع بالعالم ويكون مو طيب. مستحيل هذا مطعم يكون عالمي معروف بالدولة كلها ويكون مش طيب، بالذات المطاعم العالمية. ما راح أورجيكم كل هذا الفيديو، الفيديو هذا طوله 10 دقائق، بس لما راح يجرب الأكل حكى أنه طيب، مع أنه نفس الأكل نزل له نفس آخر مرة لما راح على المطعم. بس خلص هو صار يحكي كيف أنه لا، هذا غير، هذا الريحة غير، هذا طازج أكتر، هذا هلأ مسويينه. صار يخترع أشياء عشان يحاول يصرف آخر مرة لما قيم الأكل. المهم راح على مطعم فايف جايز. مين ما بيعرف فايف جايز؟ فايف جايز معروف، عنده أكثر من 1700 فرع بالعالم، فجدا معروف، عالميا معروف، معروف أنه طيب البرجر تاعه. أنا رحت جربته، الصراحة أنا ما كتير عجبني، يعني أنا تقييمي لفايف جايز بعطيه مثلا 7 من 10. خلينا نشوف هو رأيه بفايف جايز. أنا ما عجبني لأنه هو كتير دسم، كتير بيشبع، يعني كتير بتشبع السندويشة، وأنا وقتها جبت واحدة كبيرة. مشرور وما تتاكل يا شباب، والله نعطيها 3 من 10، هذه لوحة في الزبالة ما تزوى. هيك ببداية الفيديو أعطيك تحميس، عرفت كيف؟ ببداية الفيديو كيف أنه هذا أبدا ما بتاكل، أبدا مو طيب، 3 من 10، هاي مكانها بزبالة، مش لهاي الدرجة يا أخي. وأنا ما عجبني، أنا كمان يعني أنا معاك ما عجبني، بس ما لهاي الدرجة، مو لدرجة أنه أكبها بزبالة. أكلتها للسندويشة بس كانت دسمة، كانت كتير تقيلة. هون بهذا الفيديو هو بيكون حكى هذا الكلام لأنه مزاجه مش منيح، من الآخر يعني حسب المزاج، حسب مزاجه بيقيم المطعم. في مطاعم كمان راح عليها، المطاعم هاي اللي هي مقاطعة راح عليها عشان يثبت نقطة، بس مش عارف شو هي النقطة اللي بده يثبتها، بس راح صور مثلا بKFC. اوف كيف يحسس لفل هذا؟ من اعزائي المشاهدين في كل مكان، اليوم احنا في الاردن، في الاردن عندي KFC. KFC خدينا منهم وجبة ب6 دنانير مع مشروب البيبسي، وطبعا زي ما انتم تعرفوا انا عاشق الكنتاكي، بس هذا كان زمان. اليوم انا جاي بندير حركة جديدة بكم. اول شيء هذا البيبسي، وتعرفوا انت احنا في الاردن، الاردن جيران مع فلسطين، هذا البيبسي انا مقاطعة، مقاطعة مش هنشرب، نبيكم كلكم تديروا نفس الشيء. شو الفايدة طيب من المقاطعة اذا انت اشتريت البيبسي وبعدين كبيته؟ يعني لو كبيته ببطنك او كبيته على الارض نفس الاشي، لانك انت دفعت فلوس البيبسي واخذوا الشركة اللي فلوس تاعت حق البيبسي. المقاطعة هي معناها انك انت ما تجيب هذا البيبسي، ما تدفع لهم فلوس عشان يطلعوا حق الانينة تاعت البيبسي، تخلي البيبسي عندهم يصنعوا وتخليه عندهم، هاي معنى المقاطعة. مش معنى انك انت تروح تشتري بيبسي وتفتحهم وتكبهم. لو هيك انا بقدر هلا اروح اشتري كراتين بيبسي اكبهم واحكي شوفوا كيف انا عم بقاطع، لا هيك انا ما راح اكون مقاطع، راح اكون قبله لاني عم بدفع للشركه وبنفس الوقت قاعد بكبهم على الارض، فالشركه اللي بالاخر مستفيده وانا اللي بالاخر قاعد بخسر فلوسي وبخلي كمان الشركه يصير معاها فلوس اكثر. انا عم بكبهم على الارض بدل ما اكبهم بمعدتي، فقط هذا اللي قاعد بصير. فهو عم بحاول يوصل نقطه بهذا الفيديو، بس النقطه لهلا انا مش عارف كيف عم بحاول أفهم ليش هيك عمل بهذا الفيديو. وحكى عن البيبسي مقاطعة، طب الKFC كمان مقاطعة، فليش هو يعني ما كب الدجاج؟ هلأ بدنا نشوف هل حيكب الدجاج كمان؟ لأنه ما دو قتل الأطفال والناس هذه يدعموا فيها. بالنسبة لي أنا قررت أني ندير موقف جديد، أنا أعشق شيء أنت كنتاكي، بس اليوم جايين نتقيمه ونأكله قدامكم ونشوفه لو هو يستاهل ولا مستاهلش. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نقيموا الكنتاكي. ريحته كله زفرة وطعمه وحش وملح، ما ينفعش، وبنته دم، دم أطفال. أنا بحكي لكم عم بحاول يثبت نقطة بهاي الفيديو ويورجي حاله كيف إنه هو البطل بهذا الفيديو، بس ما عمل أي إشي من هذا الكلام. ممكن هو بمخه مفكر بسيناريو تاني، بفكر إنه الناس رح تحكي واو كفو عليك، بس انت دفعت لكنتاكي فلوس فهم استفادوا بالاخر. هيك انت مش مقاطع لو عم بتقيم الاكل وبتحكي عنه، ابدا مش طيب، يا الله شو زفر. انا بحب الكنتاكي، الكنتاكي كتير طيب، بس مش ماكله من 6 شهور لانه مقاطعة. بس هذا مش معناه انه كنتاكي مش طيب لانه مقاطعة، هو طيب بس مقاطعة لانه هم الفلوس تاعتهم الشركة الام بتدعم اسرائيل، فعشان هيك حتى لو هو طيب، حتى لو اطيب مطعم بالعالم ما راح اروح اكل منه، لانه في كتير بدائل بقدر اطلب من 1000 مطعم تاني.
هو بده يثبت نقطة، بده يشوه سمعة كنتاكي يمكن بهذا الفيديو، هذا اللي عم بحاول يسويه. فعشان هيك هو جاب هاي الوجبة، انه بدي اجيب هاي الوجبة واشوه سمعة كنتاكي زي ما بشوه سمعة المطاعم الثانية. وزي ما حكيت لكم الكلمة تاعته المعتادة كله زفرة فيها زفر، خلص هاي الكلمة المعتادة تاعته فيها زفر. تقييمي الى هذا الكنتاكي 0/10، ننصحكم عاش تاكلوا منها لانهم هم قتلة الاطفال، واحنا جيران الاردن الان بالاردن جيران فلسطين، حبيت ندير رسالة ولو بسيطة لاني تلاقيت مع هلبة اخوان فلسطينيين. تحياتي لكم واتمنى منكم كل التوفيق، وربي ينصر فلسطين مع ظالمة ومظلومة. الله ينصر اهل فلسطين. بس بدي اسألك سؤال، شو سويت بهاي الوجبة بس خلصت الفيديو؟ لا اذا كبيتها بزبالة حرام، اذا اكلتها انت مقاطع. كيف هلا حكيت انه مو طيبة وزفرة وصفر من عشرة، فشو سويت فيها بالضبط؟ شو عملت بهاي الوجبة بس خلصت هذا الفيديو؟ النقطة اللي عم تحاول توصلها بهاي الفيديو ما وصلت للأسف. انت يمكن بمخك راسم اشي تاني بس ما وصلت، لانك دفعت فلوس لكنتاكي وما ورجيتنا انك انت مقاطع. يعني عم بتجيب كنتاكي ورميت البيبسي على الارض، اكلت من الدجاج، قيمته سيء. طبعا انت ما راح تشوه سمعة كنتاكي بهاي الطريقة، لانه كنتاكي معروف عالميا، عنده آلافات الفروع بالعالم. فانت ما عملت اي شيء الا انك فدتهم وعطيتهم هاي الست دنانير اللي اشتريت فيها هاي الوجبة من الاخر. وبس هذا هو الفيديو، انا حبيت اورجيكم هذا الانسان. انا ما بكرهه، انا مش عندي اشي شخصي بيني وبينه، بس انا طلعت انتقد فيه زي ما هو بنتقد المطاعم فقط لا اكثر. ونشوفكم على خير، في امان الله.